الجهاز توقفت لفترة ثم عادت دي جي بونور. عرضت التلفاز. كاتالينا بونور من رومانيا كانت أولى متأهلة لهذا الجهاز 15250 يوم قبل أمس. الذي يفرق في أداء اللاعبة حركات التوازن، الصعوبات التي تؤديها، وهنا لفتين هذا المحور الثاني. هنالك أيضا يوجد درجات إضافية تسمى حركات الرف، تأخذ فيها اللاعبة من 10 إلى 20 إضافة لدرجاتها، ونرى الانسيابية العالية والتمكن في أداء هذه اللاعبة. بونور صاحبة نتائج جيدة جدا عالية. نعم، على هذا الجهاز وهنا متطلب فتح طولي 180، وأيضا يوجد ربط بين القفزتين هنا تحذير للخروج من الجهاز. أداء رائع، يبدو أنها مؤهلة للمراكز. نعم، المراكز الأولى. كاتالينا بونور من رومانيا، لاعبة مخضرمة حتى على مستوى طول القامة كابتن خيرية. نعم، يعني طويلة نوعا ما مثل ما ذكرت، ولكن عندها التقنية في الأداء. يمكن هذا من الأخطاء، أكثر خطأ قامت به اللاعبة. نعم، محاولة الاتزان على الجهاز. تناسق حركي رائع جدا، وديناميكية الأداء أيضا تأخذ عليها درجة إضافية، ليست درجة عذرا، أم عشر على هذه الديناميكية والتناسق والتناغم على الجهاز. حتى للمشاهد نرى في متعة عند مشاهدة هذا الأداء الذي يحمل الصعوبة والإتقان والسلاسة والإيقاع في الأداء الحركي. هذا إذن الخروج. نعم، النتيجة إلى حد الآن غير مسموح أو ما في حركة بالوضعية هذه، يجب أن تكون زاوية أو مكورة أو مستقيمة. هذه إذن بونور 15300، بونور إذن في المركز الأول 15